لمرة أخرى تم دفع أبطال التايتنز إلى عالم رقمي تحت رحمة حاكم شرير مع الموسيقى كحليف لهم. يجب عليهم هزيمة هذا العدو الجديد بإثبات لهذا العالم أن هناك شيئاً أقوى من الصمت وبتحرير الموسيقى. يبدأ الليل في اللمعان الجزء الثاني، العرض الخاص من أبطال التايتنز. انطلقوا السبت في الأوقات التالية على كارتون نتورك.